هي تتواصل مرة ثانية مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء أينما كنتم. وأبو ثاني رئيس ميدان الهباب يحرك الشوط الأول للحول لهجن أصحاب السمو والشيوخ ومن يرقب من أبناء القبائل. المسافة المقررة والمعتمدة لهذه الفئة بأربعة كيلومترات، وفي مجموع أشواطنا في هذا اليوم الشوط الخامس وضمن مكرمة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. نتابع المقدمة وننتقل إلى الصدارة لنعلن عن سلهودة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وسيف بن علي بن كليب. من يتابع الهودة في أول المراكز، إذا انتقلنا إلى المركز الثاني الشاهنية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن ضعيف بن غدير الاجتبي على التضمير. والمركز الثالث صعبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم عبيد بن محمد بطبيعة على التضمير. المركز الرابع الهودة اتحركن يو بدا الشوط بالحرارة وحرت وزرت سلهودة، ولكن صعبة الهب المرصاد، صعبة تتجاوز، صعبة تروح إلى المركز الأول بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب. هذا هو الشعار الذي يتقدم وينفرد بالمركز الأول، هذا هو حمدان في موقفه، غير هذا هو شعاره، غير يذهب إلى موقع الصحيح. لك مكان فيه ما حلي غير حضرة شخصك بذاته. نعم هذا هو شعاره، يعرف المركز الأول، طريقه إلى المركز الأول في كل المحافل وفي كل المهرجانات وفي كل الرئيسيات، الأول على الأول. نعم دائما يأخذ المراكز الأولى، دائما يعني في قيادة السرب، دائما هذا الشعار متقدما وراء مرتفعا عاليا في أعلى القمم. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا أيضا للمضمر عبيد بن محمد بالطبيعة. المركز الثاني اسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم. المركز الثالث الشيخ حميد بن عمار النعيمي. المركز الرابع حمد بن ضعيف بن غدير. والخامس اسمه الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل. والتوقيت الزمني ست دقائق و42 ثانية على ذمة علي بن محمود.